منذ 10 سنوات وهيفاء تحلق في فضاء الإبداع بموهبتها الفنية، وظفت خيالها المبدع لتصنع أفكارها في صناعة الدمى، ولتصبح من أبرز الحرفيات المبدعات في صناعتها على مستوى المملكة والخليج. بديت في تصميم الدمى منذ 10 سنوات، وطبعاً من خلال متابعتي لمصممين الدمى عبر قناة اليوتيوب، وخاصة المصممين من البرازيل، ابتديت في محاولاتي تجارب عديدة. عشق هيفاء للدمى جعلها بارعة في حياكتها بأشكال متنوعة، تقضي جل وقتها في التحدث إليها وكأن تلك الدمى جزءاً من أسرتها. إتقانها لتصميمها حولها إلى دمى ناطقة تعلم الأطفال وتصنع لهم لحظات من البهجة. تلك الدمى التي أطلت في جائحة كورونا لتبعث رسائل الوعي وتسجل حضوراً توعوياً في ذاكرة الصغار. طبعاً أخذت الدعم من زوجي ومن أسرتي، ثم حاولت أعمل أفكار جديدة ومميزة بحيث تكون هادفة للأطفال وتساهم في تعليمهم. ومن خلال فترة الحجر المنزلي قمت بصناعة الدمى التوعوية. هيفاء الراجح فنانة تشكيلية، وظفت إبداعها الفني في صناعة الدمى لبناء منصة فنية تفاعلية تنشر من خلالها أفكارها وثقافتها الفنية. حلمها أن تتفوق في موهبتها لتخلق حواراً ممتعاً مع الأطفال بواسطة الدمى التي تبدع في صناعتها. لقناة الإخبارية علي اللغبي الجبيل.